السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون، حياكم الله في هذا التقرير الجميل عن مدينة من مدن المملكة دائما يرتبط اسمها بالربع الخالي، يرتبط اسمها بالوعورة وقلة الخدمات، ولكن ها هي الآن تضاهي أجمل المدن في المملكة العربية السعودية. إنها مدينة الشرورة، تلك المدينة الواقعة في الربع الخالي التابعة لمنطقة نجران، وهي الآن تزهو وتزخر بالكثير من الخدمات، من مستشفيات، مراكز صحية، فنادق، شقق مفروشة، مدارس، مطاعم، كوفيهات، بقالات، تموينات وغيرها. ولله الحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية خير الجزاء على هذه العناية وهذا الاهتمام بهذه المدينة الحدودية. تجولوا معنا وتنقلوا في مناظر ومشاهد من مدينة شرورة. حياكم الله، يحيى الفارسي يحييكم. حياكم الله في مدينة الشرورة. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.